انا في الطريق رايح اعمل عملية مخابراتية مع الحاج ضيوف، رايح اتعشى معاه وهحاول اعرف منه التشكيل وطريقة اللعب بتاع منتخب السنغال، وبالليل هكلم كيروش اقول له على كل حاجة. استنونا النهاردة بالليل في المنتدى، الحاج ضيوف ضيفي في الاستوديو. بالليل هكلم كيروش اقول له على كل حاجه. استنونا النهارده بالليل في الريمونتادا، الحاج ضيوف ضيفي في الاستوديو.